أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نرد على من يقول إن الزيادة في صلاة التراويح على 11 ركعة بدعة، ويستدل بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة؟ البدعة لو أن الرسول نهى عن الزيادة، الرسول ما نهى عن الزيادة، فرغب في قيام رمضان ولم يحدد، ورغب في قيام الليل ولم يحدد، ونهى عن الزيادة. فلو أنه نهى عن الزيادة وجاء واحد زاد يصير هذا بدعة. قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرسول لم يأمر بعدد محدد، وإنما رغب في قيام رمضان، وقال: من قام مع الإمام حتى ينصرف، ولم يحدد، يقول شرط أن الإمام يصلي كذا. فالقول هذا هو اللي بدعة، اللي يقول هذا هو المبتدع، لأنه قال قولا بلا علم والعياذ بالله. وهل عمر مبتدع؟ عمر والصحابة في وقته صلوا 23 في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وبإمامة أبي بن كعب، هل هؤلاء مبتدعة؟ سبحان الله، بعض الناس لا يفكر في قوله ولا ينظر مجازفات. نعم.